Their next load of 1C category 92 kilograms from one freestyle in red figured Mohammed Mustafa Ali representing Egypt in blue figured Mohammed Adil Hadi Ain Sabah representing Algeria. المنزل الأجنبي على انتصار ب 71 كيلوغرام سرعة حضر الدور الأول قميص أحمر فرانسوا جوني جرمشي جنوب إفريقيا قميص أزرق مومن إبراهيم السيد علي مصطفى مصر المنزل التالية على انتصار جيم 92 كيلوغرام سرعة حرة الدور الأول قميص أحمر محمد مصطفى علي الشامي صلاح الدين مصر قميص أزرق محمد عبد الهادي عين الصدقة الجزائر خشبة مصر